عملت لنفسك كشف حساب؟ حسبتها؟ كتير، بس كشف حساب مش منصف، يعني مش منصف، مش حقيقي. تضحك على نفسك؟ أكيد كتير كتير. بيقولوا في حاجات العقل بيرفض يستوعبها، خصوصا البني آدم اللي قلت لك بيفكر بقلبه، مش عايز يوجعه. ممكن أكون ظلمت بكشف الحساب ده، أو اتظلمت، يعني يا ظلمت نفسي يا ظلمت غيري. مين تطلب منه السماح والغفران؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعًا. مين من البشر تطلب منه السماح والغفران؟ أي حد ضايقته، أي حد هيقف بيني وبين، هيقف عقبة بين إن ربنا يسامحني. قول لي حد، قول لي اسم حد تطلب منه. الأولى الناس الأقرب ليا طبعًا، يعني أكيد. زي مين؟ أمي لو عملت لها حاجة، شيرين لو عملت لها حاجة، صحابي قريبين. ما تطلبش من والدك السماح والغفران؟ لا أطلب منه، لو أخطأت غصب عني طبعًا أطلب منه. طبعًا أنا بصي أنا دايما. ولو ما أخطأتش وزعلان لوحده؟ هرضيه وهاجي على نفسي. لو دي طبيعته وخلاص. هرضيه وهاجي على نفسي. حسام حبيب موهبة مهدورة؟ لا. ولا بطل مهزوم؟ ولا دي ولا دي. موهبة أنا ما أقدرش أقول إن أنا موهوب، أنا بحب المزيكا، موهوب دي الناس تقولها. مهدورة ممكن أكون أنا فضلت حاجات على مثلاً، يعني هدفي ما كانش لا الشهرة ولا الفلوس، هدفي المزيكا، أنا بحبها. بس هي أذيتني زي ما فلتني. وما استفدتش حاجة في المقابل؟ لا استفدت أكيد. ليه؟ ما عملتش عدد الألبومز اللي ممكن تكون حابب تعملها؟ في غيري ما عملتش خالص. بس غيرك ما كانش عنده الفرصة اللي عندك، كانت وما زالت. ما هو الفرصة دي ربنا بيعمل لكل مجتهد النصيب، بدليل إن أنا لما تقاعست فاتني وقت كتير. التقاعس عن النجاح، يعني لما تنجح، لما ربنا يكرمك وتنجح وتتقاعس. تقاعست عن بعد نجاحك. تقاعست عن النجاح في المزيكا، لكن أكون دورت على نجاح في راحة بالي في حتة تانية. النجاح ريليفنت. بتحقق فلوس منين؟ من حياة كتير، من شغلي، من. بتعمل إيه غير المزيكا؟ لا لا لا، ما عنديش حاجة المزيكا عمل. بس الحمد لله أنا، يعني أنا اتربيت وتولدت في أسرة كويسة. كويسة، مش يعني مش معايا فلوس، يعني الحمد لله عايشين كويس. أكيد البني آدم اللي بيخش السجن هو محبوس في أوضة قد كده. الأوضة دي هو مضطر عقله يصور له إن الأوضة دي هو العالم اللي هو عايش فيه. بس أنت مش في السجن يا حسام. لا ليه؟ الحياة بالنسبة لي كلها سجن. سجن كبير. يعني أنت ما عندكش شغل تاني، ده شغلك، دي الحاجة اللي بتحبها، دي هوايتك. وده شغلك. الشغل التاني يمكن يبقى مش شغل. الحين قلت لي كل اللي لحنته من غير بدون مقابل، لحنته لاصحابي عشان بحبهم. عشان بجاملهم وبعبر عن حبي. بفرح جدا، ببقى سعيد ان هو انا عملت حاجه عجباه. دي الانجويمنت بالنسبه لي، دي هو دي الاستمتاع. والشغل يا حسام؟ الشغل انا قلت لك حتى المزيكا انا بشتغلها ما بحسهاش شغل، انا بحسها عشان حاجه بتحبها. بس عمري ما كان عندي ديسيبلين حتى في المدرسه بتاع ان انا ده شغلي واكل عيشي ولازم اعمل واحارب عشانه. شيء متزن من رجل انه ما يبقاش عنده ديسبلين للشغل انه يعمل؟ لا مش متزن في عيون الناس، متزن في عيون الناس، متزن في عيوني انا. انا حياتي عشتها كم مره؟ مره. هعيشها كم مره؟ مره. ما بتشوفش الراجل المفروض يبقى بيشتغل، المفروض يبقى بيكافح، المفروض يبقى بيكافح مسؤول وشايل مين انا ما بشتغلش؟ ما هو ايه ديفينيشن الشغل؟ شغل يعني بشتغل. لا يعني انا النهارده مثلا بقدر اقول لك شيء وبتقاضى مقابل هذا الشيء. اكيد اكيد ده مهم، اكيد ده مهم. بس الشيء ده ممكن يبقى مختلف، ممكن النهارده او بعد كده. عشان كده سالتك تشتغل. لا ما عنديش شغلانه مين. لا ممكن انفست في حاجات، لكن بس ما عنديش شغلانه مين. يعني مثلا اللي بيشتري بيته بيبيعه اجله، ما هو كده كسب فلوس. بس هل دي شغلته؟ لا. انا ما بتكلمش عن الفلوس، انا بتكلم عن العمل، فكره العمل. لا العمل انا اكيد بعمل. ان انا انسان بصحى الصبح بعمل لنفسي ولغيري لا لا بعمل طبعا بعمل. مفيش حاجه اسمها صحتي تبقى فاضيه، يعني مين يستحمل؟ ما هو ده اللي انا بقصده. لا 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 ما اقدرش اعيش حياه فاضيه، ما اقدرش اعيش حياه ما فيهاش حاجه تشغلني. انا شايف انه مفيش حاجه اسمها لازم، مفيش حاجه اسمها واحد يزرع على اللي فات. اللي فات فات. انا على فكره دي مشكله حياتي، ان انا زعلان على اللي فات وخايف من اللي جاي. لا اللي فات هيرجع ولا اللي جاي مضمون. فانا بقيت بعيش اللحظه بلحظتها عشان خلاص تعبت. انا عملت اغنيه قريب وانبسطت جدا لما نزلت وكل حاجه، بس اتشالت من على اليوتيوب كوبي رايت، حقوق ملكيه فكريه. لا دي مش بتاعتي، بقيت المراحل مشكلتي خالص. لا دي مش بتاعتي. بفكر في شغلي اللي هعمله بعد رمضان في العيد، مش عارف ايه. اللي هو ايه؟ بتفكر في ايه بعد رمضان في العيد؟ الالبوم بتاعي هعمله، هنزله كمان بعد دي كله. لاول مره ابقى بعمل حاجات بعبر بيها عن فترات عدت فعلا واكسبيرينسز عدت فعلا مقصوده ان انا اعملها. مفيش اغنيه لشيرين؟ في طبعا. طبعا في. غششني. يعني في اغنيه عملتها مثلا بعض المرات، الاغنيه بحبها قوي اسمها اثبت لي حبك مثلا، دي انا عملتها لموقف بيني وبين شيرين.
ف وعلى فكره بتحبها جدا الاغنيه. ايه الامنيه اللي ما اتحققتش وممكن يبقى فات اوانها؟ انا نفسي كنت اخلف، بس دلوقتي حامل هم انه طيب هل انا دلوقتي، هو انا مش عاوز ايه، بس انا هل انا دلوقتي هيبقى عندي الانرجي بتاعت مثلا لو كنت خلفت من 10 سنين فاتوا ادي الطفل ده اهتمامه ابقى متابعه؟ او انت لسه شباب لسه صغير. لا اي نو، بس لا بقوله، بس الفكره ان ساعات بتجيلي الفكره دي، هل هقدر؟